معايا عبر الهاتف الآن لكثير من الحالات الجدلية التحكيمية النهاردة وامبارح كابتن الكبير كابتن جهاد جريشة خبيرنا التحكيمي. يا كابتن جهاد مشرف ومنور كالعادة. كريم مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين. يا مساء الفل، أخبارك يا كابتن جهاد؟ كله زي الفل الحمد لله. طيب النهاردة تحديدا مباراة فاركو والزمالك كان فيها كثير من إثارة الجدل تحديدا في ضربتي الجزاء، ولكن تحب تبدأ من إيه؟ المكان اللي انت عايز تبدا منه ابدا معاك، ما فيش مشكله خالص. طيب اول حاله كانت ركله حره لصالح فاركو احتسبت في الدقيقه الخامسه، هعرض لحضرتك الحاله حالا لو انت امام الشاشه. تمام شايف معاك. دي الحكم المساعد ساعد الحكم مده الركله حره او ركله حره صحيحه، بس كان لازم يديله قرار كامل. الايد اللي ممتده في الوجه لحسام عبد المجيد في وجه لاعب فاركو دي، وكانت كمان هجمه واعده لفاركو، بالتالي كان لازم ركله حره مباشره وانذار لحسام عبد المجيد في اللقطه دي، وقرار نصه صحيح وكان لازم يكمل بالبطاقه الصفراء القرار الاداري كمان. عظيم جدا. نشوف اللي بعدها كره ايضا ركله جزاء لنادي الزمالك. دي مطالبات من الزمالك بضربه جزاء يا كابتن جاد. تمام. كرة اتلعبت بالعرض، الحكم طبعا اشار بركله مرمى، وانا عجبني قوي مكان مصطفى الشوهدي، شايف الاثنين لعيبه وشايف مكان التمركز ممتاز. اللي لعب الكره فعلا مصطفى شلبي، والالتحام اللي حصل ده التحام طبيعي جدا لا يرقى باي حال من الاحوال لاحتساب ركله جزاء، وبالتالي قرار الحكم قرار كامل صحيح. اولا ما حسبش ركله ركنيه لان اللي لعب الكره مصطفى شلبي، وفي نفس الوقت الاحتكاك لا يرقى لاحتساب ركله جزاء، وقرار في مجمله صحيح. طيب الكرة اللي بعدها تسلل لنادي الزمالك او غير صحيحه لنادي الزمالك، شوف الكرة دي بقى يا كابتن وحللها. ده عبد الله السعيد لما راح الانفراد والكرة كملت، طبعا المساعد اخر الرايه وفي الاخر رفع الرايه، لكن في الاعاده هتبان ان مفيش تسلل خالص في اللقطه، اللعبه صحيحه مفيش اي تسلل، عبد الله متغطي تماما، وبالتالي دي لو كانت هدف كان ممكن المساعد يرفع الرايه وهنرجع نلغي التسلل ويحتسب الهدف، لكن في الاخر خطا بالتسلل، مفيش تسلل في اللقطه دي. بس كان المفروض يعمل ديلي ولا ما كانش المفروض يعمل؟ هو عمل ديلي فعلا. هو لما الكوره خلصت رفع الرايه والحكم صفر وعمل طبعا البروتوكول عمل صح، بس في الاخر هي مش تسلل باي حال. عظيم. الكوره الاهم بقى اللي جايه دي هي ركله الجزاء اللي احتسبت لنادي الزمالك. تمام. بص يا كريم، كل الناس بما فيهم انت برضه، انت معايا النهارده، كل انت رحت للايد. ايد حارس مرمى فاركو على الارض تماما، ما فيش منها اي اعاقه، ما فيش اي تلامس بالايد تماما. لكن الركبه الرجل الشمال اللي على الارض هنجيبها في زاويه ثانيه، هتجيب الركبه الشمال اللي على الارض. هي دي الاعاقه، الاعاقه مش في الايد خالص، ايد حارس فاركو على الارض ما فيش منها اي اعاقه خالص، لكن لما هو طار الطره دي نزل على الارض الركبه الشمال كمل، هي دي يعني نرجع خطوه يا كريم، نرجع خطوه ونقف، لان عايز الزاويه اللي فاتت الزاويه اللي فاتت بان لنا جدا، الرجل الشمال اللي هي على الارض لما طار بالمنظر ده هي اللي راحت لرجل زيزو الشمال، هي دي الاعاقه اللي حصلت، هتبان هنا اهي، هي دي التلاحم اللي حصل ده. الايد على فكره كل الناس راحت للايد، الايد ما فيش فيها اي اعاقه، الزاويه دي هتبان لنا جدا اهيت، وهنقف بقى لحظه التلامس، روح كمان هنقف لحظه التلامس، الركبه الشمال في الرجل الشمال، هي دي الاعاقه اللي حصلت. لكن الايد ما عملتش اي حاجه، وبالتالي بنتكلم على ركله جزاء صحيحه باهمال من حارس فاركو. بالمناسبه شيكا حارس مرمى فاركو بعد الكوره ما قامش يعترض خالص، فيبدو انه لا، هي الرجل، هو لان الرجل في الرجل هو حاسس بيها، هو الحارس حاسس بالتلاحم اللي فوق الايد، كل الناس راحت للايد مش معايا خالص. لكن الرجل الشمال زي ما بقول لك، الركبه الشمال دي هي اللي راحت لرجل زيزو الشمال، هي دي ركله الجزاء، يعني التفاصيل دي هي اللي شافها حكم الفار واكد عليها، وهي ركله جزاء صحيحه. طيب في لقطه كمان تخص انذار كان لمصطفى شلبي، اللقطه هي مع حضرتك يا كابتن جاد، كانت في الدقيقه 51. احنا نروح الاول ركله جزاء فاركو. دي المثال اللي قدامي دلوقتي، ركله جزاء فاركو دي الكره بتاعت فاركو يا كابتن. طب قول لنا الكره بتاعت فاركو دي. نرجع خطوه هنشوف حركه رجل عمر جابر، هي الحركه دي هي وقفت في مكان عملت الاعاقه اللي يعاقب عليها، ودي داخل منطقه الجزاء. انا بتكلم في ناس بيقول لك عليها سوفت شويه، زي ما كانوا بيتكلموا على لعبه فاركو انها سوفت، لا، الاعاقه بالمنظر ده هو عمل اعاقه بجسمه، عمل اعاقه برجله، وبالتالي منع لاعب فاركو من التقدم، وبالتالي بنتكلم على ركله جزاء صحيحه تم احتسابها، والميزه كمان ان مصطفى الشهد هو اللي احتسبها، حكم الفار اكدها، وبنتكلم على ركله جزاء صحيحه لفاركو. عظيم.
يعني ضربتي الجزاء كانوا قرارات صحيحه من حكم المباراه. هم يبدو لكل الناس ان هم صحاح، ان هم صفت، ان هم مش موجودين، لكن في التفاصيل الموجوده دي يا كريم على فكره احنا قعدنا يعني قعدنا نتفرج عليها كتير عشان طبعا التفاصيل دي لازم نطلعها ونتكلم عليها. انا بتكلم على النهج اللي ممكن يحصل في الفيفا لما بيجي لقطه تحكيميه بتدور على كل التفاصيل، ودايما بيبقى دايما في الفيفا اللي احنا مع الحكم الى ان يثبت العكس. وبالتالي بتتكلم على ركلتين جزاء صحاح وكان موفق فيهم مصطفى الشوحتي. طيب اللقطة اللي بعد كده، لقطة انذار كان مستحق ليه مصطفى الشلبي؟ الانذار مستحق، اللي هو لما لعب الكرة خبط الكرة في الأرض ده اعتراض غير مقبول بأي حال من الأحوال. الاعتراض اللي هو طبعا اللي هو بيتكلم الأول بيتكلم إن رمي التماس لصالح الزمالك، هي فعلا رمي التماس لصالح الزمالك، يعني الحكم والمساعد أخطأه، لكن ده ما يمنعش إن مصطفى شلبي الاعتراض ده غير مقبول حتى لو القرار صحيح إنها ليك أنت. فاللعب كرة في الأرض بالمنظر ده لا يمكن يعدي إلا بإنذار. وفعلا انا كنت مستني مصطفى ما يعديش اللقطه دي، لكن اللقطه هنتكلم عليها كتير على شخصيه الحكم وازاي مع الاعتراضات دي تتقابل. مصطفى رجع واداله الانذار، وده انذار مستحق وانذار وجوبي بالاعتراض بالمنظر ده. عظيم. كره اخرى كانت لزيزو ايضا، زيزو اعترض هو الاخر وخد انذار. اعتراض زيزو في اللقطه اللي جايه دي هو اعتراض لفظي، يعني هو سمعه عشان كده هو وقف اللعب. الكره اتقطعت، مفيش فيها خطا، استمر اللعب. الحاجه كان قريب جدا، هو سمع الاعتراض دلوقتي الكلام مش حاصل فوقف اللعب، وده اجراء هايل جدا تدل على شخصيه الحكم اللي موجود. انت نجم كبير زيزو، نجم كبير، لكن انا حكم المباراه، انا اللي بتحكم في المباراه، ده يدل على شخصيه الحكم، بيتكلم على الشخصيه وازاي التعامل مع النجوم. التعامل بمنتهى الاحترام بس في نفس الوقت ما تقلش مني كحكم لما تعترض عليا بصوره غير لائقه، ارجع ليك واديك الانذار، وانذار مستحق من مصطفى الشوادي لزيزو. طيب.